استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل المناضل أحمد بن صالح أمين عام حركة الوحدة الشعبية، وذلك دون حضور رئيس حركة النهضة رشيد الغنوشي كما كان مرتقبا. وأكد بن صالح أن هناك بديرة منه ومن وزير الدفاع الأسبق أحمد المستيري لتنظيم لقاء بين رشيد الغنوشي وحسين العباسي بمقر الاتحاد لمحاولة إنهاء المشاكل الحاصلة في البلاد خلال الفترة القادمة.